الإسلامية الموريتانية طيلة فترة رئاستها الدورية لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة على نقل القضايا العربية إلى المحافل الدولية والدفاع عنها، ولن تألو جهدا في الدفع بالعمل العربي المشترك خدمة لتطلعاتنا المشروعة. ونعول على الدور الحيوي الذي يقوم به البرلمان العربي في كل المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية وفي الأمن القومي. وعملاً على تقريب الجامعة من اهتمامات الشارع العربي، يجدر بنا التفكير في إمكانية تأسيس جمعيات ونواد في كل مدينة عربية للتعريف بالدور المحوري للجامعة في ترقية ثقافة الأمن والسلم الأهليين. وقبل أن أنهي كلمتي، لا يسعني إلا أن أعرب لكم عن تقديرنا الكبير للزيارة التي قام بها مؤخراً وفد من هيئتكم الموقرة برئاسة معالي رئيس البرلمان الدكتور مشعل بن فهم السلمي، تلك الزيارة التي كانت مناسبة لمشاورات بناءة. وفي الختام، أجدد باسم فخامة الرئيس محمد العبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الرئيس الدوري لمجلس الجامعة تهنئة لكم، متمنيا لأعمال دورتكم التوفيق والنجاح لبلوغ الأهداف والغايات التي نطمح إليها، وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا معالي الدكتور إسلكولد أحمد إزدبي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، والذي ألقى كلمة فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية. الآن مع كلمة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، فليتفضل بإلقاء كلمته. إذن سنبدأ بكلمة معالي الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، فليتفضل بإلقاء كلمته. سيادة الرئيس الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، الدكتور أسلكو أحمد أزيد بي وزير الشؤون الخارجية والتعاون للجمهورية الإسلامية الموريتانية ممثلا ل فخامة رئاسة القمة، السادة رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، السيدات والسادة، يسرني ويشرفني الترحيب بأصحاب المعالي والسعادة جميعا في مقر جامعة الدول العربية بيت العرب بمناسبة المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. وأتوجه بالشكر إلى معالي الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي على المبادرة الكريمة بالدعوة لعقد هذا المؤتمر الهام، متمنيا لكم التوفيق والسداد في فترة رئاستكم للبرلمان العربي في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها أمتنا العربية، وهي مرحلة تقتضي منا جميعا الاجتهاد في دفع العمل العربي المشترك بكل أشكاله وفعالياته، سواء فيما يتعلق بالحكومات أو بالبرلمانات أو منظمات المجتمع المدني. سيادة الرئيس، إن جامعة الدول العربية كما نعرف جميعا مؤسسة للحكومات وللدول، هذه هي طبيعة عملها وهذا ما أراده لها مؤسسوها، إلا أنها تظل فوق ذلك البوتقة الحاضنة لفكرة العروبة بمعناها الواسع، وتبقى الخيط الناظم لكل مسارات العمل العربية في أبعاده الشعبية والرسمية على حد سواء، وغني عن البيان ما ينطوي عليه البعد الشعبي من أهمية بالغة في هذه المرحلة بالذات. فالعمل المشترك ظل لسنوات طويلة حكرا على الرسميين من ممثلي الحكومات، وكان في ذلك إغفال لجانب مهم من جوانب المنظومة العربية. ولا شك أن البرلمانات العربية تعد التجسيد الحقيقي لإرادة الشعوب العربية والممثل لطموحاتها والمعبر عن آمالها وتطلعاتها، وهي بذلك ركن لا غنى عنه في منظومة العمل العربي. ولا يخفى عليكم جميعا أن التهديدات التي تواجه دولنا الوطنية صارت تتعاظم كل يوم في حدتها وتتصاعد في كثافتها وخطورتها، وهي تهديدات تضرب للأسف في كيان الدول وتستهدف شرعيتها وبقائها ككيانات سياسية موحدة ومستقرة. ولا شك أن الحكم الرشيد بمعناه الشامل يمثل الحصن الأهم في مواجهة هذه التهديدات الخطيرة، ذلك أنه السبيل الأوفق للحفاظ على علاقة سليمة وصحية
بين الحكام والمحكومين، وهي علاقة تسير في طريقين، فيكون لدى الحكام الفرصة للاستماع لآراء الناس والوقوف على رغباتهم وتصوراتهم عن المستقبل، ويكون لدى الناس من جانب آخر الفرصة لمناقشة ما يطرحه الحكام من خطط وما يتخذونه من قرارات. هذه العلاقة التبادلية هي من علامات الحكم الرشيد ومن مقومات الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وما من شك في أن إغفالها وتجاهلها أوصل بعض دولنا إلى ما نشهده للأسف من تفكك وتناحر واحتراب بعد أن انسدت قنوات الحوار والتواصل بين الحكام والمحكومين، وساد بدلا منها شعور متبادل بالشك والريبة وانعدام الثقة. إن البرلمانات والمجالس النيابية هي ركيزة أساسية من ركائز الدولة الوطنية الحديثة، وهي ليست ولا ينبغي أن تكون مجرد مظهر ذكوري أو كيان تجميلي، فالمهام التمثيلية والتشريعية والرقابية هي من صميم آليات الدولة الحديثة، وبدونها تصير الدول أقل منعة وأكثر عرضة للاضطراب. والأمر متروك بالطبع لكل دولة لكي تجد الصيغة الأمثل لعمل هذه الآلية، الصيغة التي تناسب معطياتها السياسية والاجتماعية، بحيث تكون برلماناتها معبرة بحق عن واقع الثقافي والاجتماعي ومنسجمة معه. إن اجتماعكم اليوم يكتسب أهمية خاصة كونه يكرس أعماله لبلورة رؤية عربية برلمانية شاملة لمواجهة التحديات الراهنة المحدقة بالعالم العربي، وهي تحديات وإن كانت تختلف من بلد لآخر إلا أن ثمة قواسم مشتركة تجمع بينها. ولا أخفيكم أن الصورة كما أراها ليست بأي حال وردية، وأن التغيرات المتسارعة في الإقليم والعالم تستدعي منا جميعا انتباها كاملا ويقظة حقيقية وإرادة جماعية للتحرك وللفعل. إننا نرصد إشارات متضاربة من الإدارة الأمريكية الجديدة، ونفضل أن نتريث وأن نراقب ما يجري. فبعض توجهات هذه الإدارة في التصدي للإرهاب بكافة صوره يتفق مع المصالح والأهداف العربية كما نفهمها، كما أن موقفها من بعض القوى الإقليمية التي جاوزت المدى في تدخلاتها في الشؤون العربية يعد إيجابياً، على أن الوقت ما زال مبكرا للحكم على مجمل توجهات الإدارة أو مواقفها من العالم العربي. وهناك بالقطع ما يقلق في بعض ما أعلن بشأن القضية الفلسطينية التي لازالت عنوان أساسيا على أجندة الاهتمامات العربية. إن الحكومة اليمينية في إسرائيل تسعى إلى انتهاز فرصة التشوش الحادث على الساحة الدولية، وما تظن أنه ضوء أخضر لها لتمعن في الاستيلاء على الأرض واستكمال مشروعها الاستيطاني البغيض الذي يقود احتمالات تحقيق حل الدولتين ويجعل من الصعب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. تعرفون جميعا أن الإرادة الدولية اجتمعت على إدانة هذا النهج الإسرائيلي، واعتبرت المستوطنات خروجا على القانون في القرار التاريخي 23-34 الصادر عن مجلس الأمن في ديسمبر 2016، كما أن مؤتمر السلام الذي عقد في باريس الشهر الماضي وحضره ممثلون عن أكثر من 70 دولة جدد التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وبقي أن يتحقق هذا الالتزام فعليا وأن يجري إنفاذ هذه الإرادة الدولية، فليس معقولا ولا منطقيا أن تفرض دولة واحدة إرادتها على المجتمع الدولي بأثره، وأن تكون سببا في إشاعة هذا القدر من انعدام الاستقرار والاضطراب في المنطقة بل وفي العالم كله. إن المجالس والبرلمانات العربية مدعوة إلى الإبقاء على قضية فلسطين حية،
وعليها الاستمرار في التحرك وتكثيف جهودها في إطار الدبلوماسية البرلمانية مع نظرائها من البرلمانات الدولية لتأكيد مطالب الشعب الفلسطيني في المحافل والمؤتمرات البرلمانية الدولية، ولا تعارض أبدا بين الدبلوماسية الحكومية والدبلوماسية البرلمانية، فالأخيرة موازية للأولى ومكملة لها. إن الأزمات التي تعصف ببعض بلداننا العربية سواء في سوريا أو اليمن أو ليبيا تفرض على البرلمانيين العرب مسؤولية ضخمة، فما يجري في هذه الأقطار العربية هو شأن يهم المواطنين العرب من المحيط إلى الخليج، ويتعين على أعضاء المجالس النيابية والبرلمانات الاطلاع بمهامهم في مناقشة هذه القضايا الخطيرة وطرحها للجدل العام وإشعار الجمهور بأهميتها وخطورتها وضرورة التداعي الجماعي لمعالجتها والتعامل مع تبعاتها الخطيرة في إطار منظومة العمل العربي المشترك، حفاظا على الدولة الوطنية العربية وسيادتها ومقدرات شعوبها. إننا نشهد حالة غير مسبوقة من التكالب على العالم العربي من جانب قوى إقليمية تستغل فرصة الفوضى التي ضربت بعض ربوعنا. هذه القوى تعمل على إسكاء الفوضى وتعميق التفكك عبر تبنيها لمشروع طائفي يقسم الأوطان على أساس الهوية الدينية ويبث فيها بذور الشقاق والاحتراب. ومن واجب الشعوب العربية قبل الحكومات مواجهة هذه المخططات التخريبية التي تستهدف استقرارها بالدرجة الأولى وترمي إلى تمزيق نسيجها الوطني وتفكيكها. وإنني على ثقة من أن قيادات العمل البرلماني العربي على وعي كامل بهذه المخاطر ولديهم إدراك لمسؤولياتهم إزاء تنبيه الناس لها ولتحذيرهم منها. سيد الرئيس، برغم ما يحمله المشهد من مخاطر لا تخفى، فإن المرء يشعر ببعض الطمأنينة عندما يلمس موقف الشعوب العربية الرافضة للإرهاب بشتى صوره وكافة ممارساته. لقد أطل الإرهاب بوجهه القبيح وأمعن في القتل العشوائي والخراب والفساد في الأرض، فلم يعد هناك مجال للشك في خبث دوافعه أو خطورة أهدافه أو ما يمثله من خطر على صورة الدين الإسلامي الحنيف. إن مواجهة الإرهاب تستلزم اصطفافا عربيا من الشعوب إلى جوار الحكومات. إنها معركة طويلة ولها جوانبها الاجتماعية والفكرية، ذلك أن تكثيف منابع هذا الفكر المنحرف الذي ينهل منه المتطرفون يقتضي جهدا حقيقيا على ساحة تطوير الخطاب الديني والوصول به إلى قطاعات الشباب التي تقع فريسة سهلة لأجندة التطرف والعنف. وما من شك في أن البرلمانات العربية تطلع بمهمة كبرى على مستوى العمل العربي المشترك في التصدي للإرهاب، فهناك حاجة ماسة لتفعيل الأطر القانونية لمجابهة العنف والتطرف، ومن بينها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أن على البرلمانات مسؤولية لا تقل جسامة في مجال تبني قضية الخطاب الديني باعتبارها قضية عربية كبرى تمس حياة المواطن العربي وتتصل بحاضره ومستقبله. وأخيرا أكرر الترحيب بكم جميعا، متمنيا لاجتماعكم النجاح في أعماله والتوفيق في التوصل إلى النتائج المرجوة منه، نتائج تعكس حجم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقكم وحرصكم الدائم أنتم ممثلي الشعوب العربية تعزيز صمود أمتنا العربية والحفاظ على وحدتها وتماثكها. وشكرا جزيلا سيادة الرئيس.
شكرا معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. لطالما ضمت هذه القاعة خلال العقود الماضية ممثلي الحكومات العربية، اليوم في هذا المؤتمر تضم أصوات الشعوب من خلال رؤساء البرلمانات والمجالس النيابية العربية. الآن مع كلمة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، فليتفضل سيادته بإلقاء كلمته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أصحاب المعالي رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، معالي الدكتور إسلكو ولد أحمد زيد بيه وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، ممثل فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية ورئيس مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة الحالية، معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي رؤساء الوفود العربية، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني باسم البرلمان العربي أن أرحب بمعالي الدكتور إسلكو ولد أحمد إزد بيه وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، ممثل فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، رئيس مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة الحالية، ومعالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبكم أصحاب المعالي رؤساء المجالس والبرلمانات في الدول العربية، حيث يأتي انعقاد هذا المؤتمر البرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية السنوي، والذي يتشرف البرلمان العربي بتنظيمه والدعوة إليه استناداً إلى الفقرة الثامنة من المادة الخامسة من النظام الأساسي للبرلمان العربي، والتي تطلب من البرلمان العربي التعاون والتنسيق مع البرلمانات الوطنية في الدول الأعضاء لتعزيز وترسيخ البعد الشعبي ودوره في مسيرة العمل العربي المشترك، واجتماع أصحاب المعالي رؤساء المجالس والبرلمانات الوطنية في الدول العربية مع البرلمان العربي اليوم في هذا المؤتمر يعد أعلى درجات التعاون والتنسيق والتشاور لبلورة رؤية عربية موحدة تمثل مواقف وتطلعات الشعوب العربية في القضايا العربية الكبرى والاستراتيجية. وأود أن أعبر باسم البرلمان العربي عن عظيم الشكر والتقدير والامتنان لكم أصحاب المعالي رؤساء المجالس والبرلمانات العربية على التنسيق والتعاون مع البرلمان العربي، إدراكاً للدور المتعاظم المنوط بمجالسنا التشريعية كفضاء يتيح لنا التعبير عن ما يتوق إليه المواطن العربي الذي نطمح لتمثيله أحسن تمثيل، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية والتحديات الجسام التي تواجه الأمة العربية. والشكر موصول لمعالي الأمين أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية ولجهوده المشكورة من أجل النهوض بالجامعة العربية وتفعيل دورها وأدائها على النحو الذي يدفع بها إن شاء الله إلى استعادة دورها كسند وداعم للدول العربية في جهودها لاستعادة أمنها ووحدتها وسلامة أراضيها. إننا على ثقة تامة بإذن الله أن هذا المؤتمر سيشكل قوة دفع حقيقية للارتقاء بمسيرة العمل العربي المشترك إلى المستويات التي نبتغيها جميعا، ليشكل رافدا رئيسيا في مسار تجديد مناهج العمل العربي المشترك في إطار منظومة جامعة الدول العربية. وأصبح من الضروري تكريس دور ممثلي الأمة العربية وإسهامهم في إضفاء البعد الشعبي على منظومة العمل العربي المشترك، إدراكا للمسؤوليات والأدوار والمهام للبرلمانات والمجالس الوطنية.
ضمن سياق تطوير آليات وهياكل منظومة العمل العربي المشترك وترتيب البيت العربي من الداخل وتعزيز التضامن العربي، فقوتنا في وحدتنا وتكاتفنا، استنادا إلى وحدة المصير والهوية والمصالح المشتركة وتطلعات شعبنا العربي الكبير، لتتبوى أمتنا العربية المجيدة مكانها الطبيعي واللائق بها بين الأمم. أصحاب المعالي الحضور الكريم، إن الحفاظ على سيادة دولنا العربية ووحدتها درءا للمخاطر الحقيقية على الأمن القومي العربي وما تمثله دولة إسرائيل من تهديد للأمن القومي العربي من خلال احتلالها البغيض للأراضي العربية الفلسطينية والسورية وجنوب لبنان وممارساتها العنصرية البغيضة ضد الشعب الفلسطيني الصامد، كما أن النظام الإيراني أصبح اليوم يمثل تهديداً للأمن القومي العربي من خلال استمرار احتلاله للجزر الإماراتية وتدخله السافر في الشؤون الداخلية للدول العربية عن طريق إثارة الصراعات والنزاعات الطائفية وتكوين ميليشيات مسلحة تحل محل الدولة ومدها بالأسلحة لخلق الأزمات وإدامة الصراعات في المنطقة العربية، وإصدار المسؤولين الإيرانيين تصريحات عدوانية ضد الدول العربية خاصة مملكة البحرين وجمهورية اليمن، بل وصلت عدوانية هذا النظام الإيراني لاستغلال فريضة الحج لأغراض سياسية والتي هي شعيرة إيمانية تعبدية، وذلك للإمعان في هذا التدخل السافر ضد أمن واستقرار وسلامة المجتمعات والدول العربية. إن هذه الأخطار المحدقة بالدول والمجتمعات العربية تتطلب منا جميعا شعوبا وحكومات أفرادا وجماعات مؤسسات حكومية ومدنية رؤية موحدة أساسها التضامن العربي والمصير العربي المشترك للتصدي لهذه الأخطار بإرادة عربية موحدة تضمن وحدة وسلامة المجتمعات والدول العربية وعدم السماح للدول الإقليمية أو الدول الفاعلة على الساحة الدولية من التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. إن توثيق الصلات بين الدول العربية وتنسيق سياساتها أصبحت ضرورة ملحة في ظل الأزمات المزمنة منها والمستجدة التي تعصف بعالمنا العربي، وذلك تحقيقا للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها، وهو ما من شأنه أن يكسب أمتنا المناعة الضرورية التي تقينا من التدخلات الخارجية في شؤوننا العربية بدعوى حل أزمات المنطقة. ومن المؤكد أن تحقيق مجمل هذه الأهداف لا يتأتى إلا باستعادة الدول العربية للمبادرة السياسية، وفي ضوء ذلك جاء التحالف العربي لاسترداد الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وعشر دول عربية، والذي أعطى رسالة لدول الجوار الإقليمي وللدول الفاعلة على الساحة الدولية أن العالم العربي قادر على حماية الأمن القومي العربي ومساعدة أي دولة عربية تتعرض لعدوان يعرض كيان الدول وأمن شعبها للخطر. كذلك ينبغي في هذا السياق العمل على تفعيل الآليات العربية لحل النزاعات واحتوائها عربيا، ومنها على وجه الخصوص تفعيل مجلس السلم والأمن العربي الذي نرى أن مهامه تستجيب تماما لمتطلبات المرحلة التي تمر بها أمتنا العربية، حيث أن مجلس السلم والأمن يفترض أن يطلع بأعداد استراتيجيات الحفاظ على السلم والأمن العربي واقتراح التدابير الجماعية المناسبة إزاء أي اعتداء على دولة عربية أو تهديد بالاعتداء عليها، وتعزيز القدرات العربية في مجال العمل الوقائي من خلال تطوير نظام الإنذار المبكر وبذل المساعي الدبلوماسية بما فيها
الوساطة والمصالحة والتوفيق لتنقية الأجواء وإزالة أسباب التوتر لمنع أي نزاعات مستقبلية.